مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من السادسه تبدا مع جماهير النادي الاهلي. هارد لك طبعا، تعادل غير متوقع غير منتظر امام سموحه، خساره نقطتين. عارف ان هم الى حد كبير، مش بس عشان خساره النقطتين، لانه رقميا او حسابيا الاهلي يقدر ان شاء الله مع المباراه المؤجله ليه يستعيد صداره الترتيب، لكن يمكن القلق او التوتر شويه، او حتى لو قلنا حجم الغضب اللي عند جماهير النادي الاهلي من خساره نقطتين امبارح، مش مرتبط بمسابقه الدوري بقد ما هو مرتبط بالمشوار اللي جاي، والمشوار اللي جاي صعب. عشان كده ثق تماما تماما انه حاله التوتر وحاله القلق دي زي ما هي موجوده عند الجماهير، موجوده كمان عند مستر مارسيل كولر، وموجوده عند اللعيبه نفسها اللي بالتاكيد عندها مهمه، مش مهمه، مجموعه مهمات في غايه الصعوبه. عشان كده كل اللي مطلوب بس نخفف الضغط. ده دور او دي المرحله اللي الاهلي فيها محتاج جمهوره بشكل كبير. دعم جماهير النادي الاهلي بالتاكيد هتكون عامل مساعد ان شاء الله على تخطي الصعاب اللي بننتظرها او اللي يعني في انتظار مواجهتها فيما هو قادم وما هو ات. واولها مباراه صعبه جدا جدا قدام يانج افريكانز في تنزانيا في دار السلام يوم السبت اللي جاي، تاني مواجهات دور المجموعات في دوري الابطال اللي بالتاكيد هنركز عليها النهارده وهنتكلم عليها. الصعوبه مش مرتبطه بس انها خارج الارض ولا مع فريق الحقيقه مختلف تماما جمله وتفصيلا عن فريق ميدياما اللي واجهناه في الجوله الاولى، لكن كمان من حيث التوقيت ومن حيث الدوافع. الدوافع اللي بتخلي يانج افريكانز في حاله تاهب كبيره جدا واستعداد على اعلى درجاته في مواجهه الاهلي، لانه فقط 3 نقاط وبالتالي محتاج يستمر في المنافسه، وبالتالي هتكون مباراه صعبه. باذن الله ثقتنا كبيره جدا في فرقتنا انها تقدر تتجاوزها وتعود ب3 نقاط تريحنا في مشوار المنافسة على تذكرتي التأهل عن دور المجموعات. دوري أبطال أوروبا حاضر بالتأكيد معانا النهارده، وخصوصا بعد جولة نارية تحس إن احنا مش في دور المجموعات على الإطلاق، نوك أوتس أو أدوار كمان قبل نهائية. امبارح كان في مواجهات قوية جدا، والنهارده هنرشح لكم مواجهتين هنتكلم عنهم بالتفصيل، ريال مدريد في مواجهة نابولي ومانشستر يونايتد في مواجهة جالاتا سراي. قبل ما ندخل في التفاصيل، فاصل ونبدأ حلقتنا. حكايه وروايه ترند في الانديه في كل الدوريات الاوروبيه الحقيقه، محتاجين هنتكلم عنها بالتفصيل بس مفيش وقت لده النهارده. خلينا نركز اكتر على رحله تنزانيا اللي سبق بالفعل الفريق والجهاز الفني النهارده، مدير الكره كابتن خالد بيبو والمدير الاداري كابتن سمير عدلي ل تنزانيا عشان يحضروا طبعا لسفر بعثه النادي الاهلي اللي النهارده راحه، بكره تمرينه خفيفه ثم السفر طبعا على طائره خاصه. بعثة الأهلي بيترأسها طبعا محمد ضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي غدا إن شاء الله لتنزانيا. خلينا نشوف على الجانب الآخر كيف يستعد يانج أفريكانز لمواجهة النادي الأهلي. ضفنا في السادسة هو السيد عرفات حجي نائب رئيس نادي يانج أفريكانز اللي برحب بيه طبعا وبشكره على مشاركته معانا. مساء الخير وأهلا وسهلا بيك في السادسة، بشكرك على مشاركتك معانا في قناة الأهلي. شكرا جزيلا لكم على استضافتي، أنا سعيد لوجودي هنا على قناة النادي الأهلي لأتحدث عن المباراة المرتقبة بين يانج أفريكانز والأهلي في تنزانيا. مباراة صعبة على الفرقتين. بداية خليني أبدأ معاك بإزاي استعديتوا لاستقبال النادي الأهلي وإزاي بتشوف المواجهة المنتظرة إن شاء الله يوم السبت اللي جاي. Well, you are right. It's a نعم أنت محق. Game for two tough teams. هي مباراة صعبة لفريقين قويين. الفريقان لعبا مباراتي النهائي في كأس الكونفدرالية ودور الأبطال في العام الماضي. فبالتالي نحن بدأنا حملتنا في هذا الموسم بشكل سريع. بالطبع خسرنا أول مباراة في دور الأبطال في دور المجموعات، ولكننا نسعى للتعويض في المباراة القادمة، وكذلك الإدارة والجهاز الفني واللاعبون الجميع والناحية النفسية والبدنية نجهز اللاعبين بشكل جيد لخوض المباراة أمام الأهلي. طيب كويس أنك بدأت بجزئية وصول يانج أفريكانز لنهائي الكونفدرالية ووصول الأهلي وتتويجه طبعا بالنسخة الأخيرة بدوري الأبطال، عشان أكلمك عن النسخة
نسخة يانج أفريكانز اللي بتظهر السنة دي في دوري الأبطال، أنتوا استغنيتوا عن عدد كبير جدا من اللعيبة، 14 لاعب رحلوا عن صفوف يانج أفريكانز، منهم كان لعيبة ليها دور أساسي في وصول يانج أفريكانز لنهائي بطولة الكونفدرالية في نسختها الأخيرة، في السونمايلي اللي رحل إلى بيراميدز المصري، بنجالا اللي رحل لمنافسكم المحلي عزام، أيضا ماريسون رحل لفتح رباطي وغيرهم من اللاعبين. هل بتشوف أن التغييرات دي ممكن تكون أثرت بشكل سلبي على تشكيل الفريق أو على قوة الفريق؟ وتطلعاتكم إيه لمشواركم في مشاركتكم في دوري الأبطال؟ حسنا، نحن دعمنا فريقنا العام الماضي أستطيع أن أقول أن فريقنا صنع اسما قويا، استخدمنا لاعبين جيدين، أفضل لاعبين متاحين في الموسم الماضي، لعبوا معظم المباريات الخاصة بيانج أفريكانز. أعتقد أننا اجتهدنا وقد حسنا لفريقنا لنصنع فريقا أكثر تنافسية. أعتقد أننا أيضا دعمنا دكة البدلاء ليكون لدينا أفضل اللاعبين، كما رأينا الآن لدينا ماكسي من كونغو الديمقراطية وأيضا زوزوا ومهارة أخرى، هو لاعب جيد جدا. نحن دعمنا فريقنا بجدية ليكون مناسبا لهذه البطولة، وأيضا ياو المدافع هو مدافع قوي جدا. أعتقد أننا تغيرنا عما كان في الموسم الماضي، عالجنا أخطاء الموسم الماضي، فالنتائج هي من تقرر. قمنا بإحراز نتائج جيدة، فزنا بمباريات محلية بنتائج كبيرة، ونأخذ خطوات ثابتة في دوري الأبطال، وأيضا المباراة القادمة أمام الأهلي أستطيع أتوقع أن سنستكمل هذه النتائج الإيجابية. وبالنسبة لسؤالك الثاني عن توقعاتي، نحن لم نصل لهذا المستوى من البطولة في آخر 25 عام، ولكن الآن نحن هنا بعد حوالي 35 عام نصنع تاريخا جديدا. خططنا للمستقبل، نأمل أن نصنع لقبا لتنزانيا وأن نفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. بالتأكيد يعني بيقود الفريق واحد من أكثر المدربين خبرة في الكرة الأفريقية الأرجنتيني، طبعا ميغيل جاماندي. لكن هو السؤال، هل نجح يعني مع طبعا كم الإضافات والصفقات اللي أبرمتها إدارة يانج أفريكانز، هل نجح؟ ويمكن أنتوا على مستوى المحلي في تفوق الحقيقة وفي صدارة المشهد على مستوى الدوري التنزاني، لكن هل نجح ميغيل جاموندي في إيجاد حالة من الانسجام من التناغم بحيث يظهر بالشكل اللي أنتوا بتتمنوه في بطولة دوري الأبطال؟ وتعليقك بالمناسبة على البداية الغير موفقة في مواجهة شباب لوزداد والخسارة بنتيجة 3-0. نعم، ميغيل جاموندي هو المدير الفني، لديه خبرة كبيرة بأفريقيا، يعرف كرة القدم الإفريقية بشكل كبير والأندية الإفريقية، يعرف كل الأجواء والبيئة المصاحبة للمباريات قبل وبعد المباريات. نحن نعرف من أتينا ليكون على قيادة الفريق. نعرف أننا أحضرنا مدير فني كبير كميغيل جاموندي، أسلوب لعب جديد، الكرة القدم الجميلة التي كنا نتمنى أن نراها، لذلك وضعنا ميغيل جاموندي على قيادة الفريق. ولكن مباريات شباب بلوزداد هي مجرد مباراة. نظرت إلى الإحصائيات وجدت أننا لعبنا بشكل أفضل من شباب بلوزداد، سيطرنا على الكرة معظم فترات المباراة، ولكن لسوء الحظ لم نكن موفقين في إحراز الأهداف،
ولكن على الأقل أقول أن جماهير إفريقيا التي كانت تشاهد المباراة ستعرف هذا. والآن نعرف ماذا يريد يانج أفريكانز، نعرف ماذا نريد في السنوات القادمة وليس فقط هذا الموسم. نحن لازلنا نسعى لموسم قوي ونتوقع موسم أقوى في الموسم القادم، ولكن هذا الموسم سنحقق المفاجأة. طيب إذا ما كانتش خسارة يانج أفريكانز أمام شباب لوزداد متوقعة، فعلى أقل تقدير مباراتكم أمام الأهلي مباراة مصيرية في تقديري، ويهمني أسمع وجهة نظرك في ده برضو، لأنه في حالة خسارتكم أعتقد أنه فرصكم في التأهل عن المجموعة ممكن تكون صعبة. إيه الطريقة اللي ممكن تكونوا متوقعينها أو منتظرينها من ميغيل جاموندي وهو يواجه حامل اللقب والنادي الأكثر تتويجا بلقب الشامبيونز ليج الأفريقي يوم السبت اللي جاي؟ حسنا، لدينا تقرير جيد جدا عن الأهلي وخصوصا مبارياته في تنزانيا، خصوصا أنه ليست المرة الأولى التي يلعب أمام الفريق، ليست المرة الأولى التي يزور فيها تنزانيا. نحن سنتأكد ونحن سنسعى جيدا لنحصد الثلاث نقاط أمام الأهلي. إنها فرصة جيدة لنا وفرصة ضرورية أن نعود للمنافسة في البطولة. إذا أردنا أن نتأهل للدور القادم فيجب أن نفوز بهذه المباراة خصوصا. يجب أن نعيد لاعبينا للمقدمة مرة أخرى. لاعبون عندهم إصرار في للفوز في مباراة يوم السبت. الإدارة تعرف أهمية المباراة وأهمية الفوز بالمباراة، وكذلك الجهاز الفني. لذلك قلنا للاعبينا أننا يجب أن نخطو خطوة للدور القادم بهذه المباراة. يعني لو سألتك إجمالا عن المجموعة بعد ما فوز الأهلي على ميديام الغاني وفوز شباب لوزداد على يانج أفريكانز، إزاي بتشوف شكل المنافسة ومين من وجهة نظرك الفريقين اللي ممكن تكون حظوظهم أو فرصهم أكبر في التأهل عن المجموعة الرابعة؟ definitely it will be us and Al Ahli. انا بالطبع ساقول الاهلي. الاهلي من سيتاهل في المقدمه ويانج افريكانز بالطبع. فيما يتعلق بالكره التنزانيه خليني اسالك، لانه احنا الحقيقه ملاحظين تطور كبير في السنوات الاخيره، يمكن ده ظهر مع يانج افريكانز وصولكم السنه اللي فاتت لنهائي البطوله الكونفدراليه، ظهور سيمبا في اكثر من نسخه بمستوى مميز، اكثر من نسخه من تشامبيونز ليج. إيه السبب في تطور الكرة التنزانية على مستوى الأندية بالشكل ده؟ وهل ده منتظر أنه ينعكس على المنتخب؟ وإيه هي أهم أسباب؟ وهل هي تجارب استثمارية؟ وهل هي خطط مدعومة من الدولة؟ ولا حسنا، نحن نحن كنادي يانج أفريكانز سعداء بهذه التجربة ونمثل دولتنا بالفعل، وخصوصا الاتحاد التنزاني الذي ساهم بشكل كبير في تغيير شكل الكرة التنزانية. قمنا ساعدنا كيانج أفريكانز في تغيير البنية التحتية الخاصة بالنادي، ساعدنا في تغيير شكل الدوري المحلي، الدوري الدرجة الأولى المحلي في تنزانيا. الأندية أصبحت أكثر قوة وأكثر تنافسية. أعتقد أن حتى سيمبا ويانج أفريكانز الآن مباراتنا تبث بشكل جيد جدا، بشكل احترافي كبير. عقود الرعاية تتهافت على الكرة التنزانية، عقود البث التلفزيوني تتهافت على الأندية التنزانية. فبالتالي هذا يعد استثمار كبير لاستقدام، وخصوصا لاستقدام اللاعبين الجيدين للكرة التنزانية، استخدام الأسماء الكبيرة على المستوى المديرين الفنيين، التطور التكنولوجي الذي حدث للكرة التنزانية. ولكن أن نحضر هذه الأسماء لتنزانيا أكد على أننا أصبحنا في مصاف الدول الكبرى، أن الدوري الخاص بنا أصبح دوري لا يستهان به. نعم، من الواضح
من الواضح أن هذا ينعكس على أداء المنتخب القومي. في السنوات الماضية تأهلنا للأمم إفريقيا وأعتقد أننا وتأهلنا في بطولة 2023، فبالتالي نحن jointly AFCON 2027 واعتقد اننا ايضا سننظم بطوله 2027 فبالتالي نحن نستهدف الافضل ونسير في الطريق الصحيح. النادي يفعل ذلك والاتحاد يساهم في ذلك، وبالطبع كل هذا باداره الدوله التنزانيه وخصوصا رئيس البلاد. كرة القدم الآن مدعومة جيدا في تنزانيا، كرة القدم تنمو بشكل جيد في تنزانيا وتتطور بشكل كبير. نحن نطور دوري خاص بنا ونسعى لتطوير دولتنا لنكون، وهذا قد انعكس على الموسم الماضي كما قال رئيسنا، وقد كرم كل الأندية التي شاركت في البطولات الإفريقية، وقد رصد مكافآت كبيرة لأي فريق يفوز ببطولات إفريقية. فبالتالي كرة القدم في تنزانيا متحمسة جدا لخوض البطولات. عرفات حجي طبعا نائب رئيس نادي يانج أفريكانز، أقدر أتمنى لك كل التوفيق طبعا فيما يتعلق بمشوار الكرة التنزانية، بالتأكيد بتربطنا بالشعب التنزاني علاقات كبيرة ووثيقة جدا. نتمنى لكم النجاح في تجربتكم، لكن مش هقدر أتمنى لك التوفيق في مواجهة السبت، وبإذن الله الأهلي قادر يرجع من تنزانيا بثلاث نقاط تريحنا شوية في مشوار دور المجموعات في دوري الأبطال. أما عن فريق يانج أفريكانز، فالنسخة اللي وصلت لدور النهائي أو المباراة النهائية في الكونفدرالية السنة اللي فاتت انساها خالص. السنة دي احنا هنلعب أمام نسخة مختلفة إلى حد كبير، بنتكلم على 14 اسم منهم لعيبة كانت أساسية ومؤثرة جدا في نجاح مشوار يانج أفريكانز في الكونفدرالية، رحلوا وعدد كبير من الصفقات أبرمتها إدارة يانج أفريكانز مع واحد من أكثر المدربين المحنكين على مستوى قارة إفريقيا، تجارب عديدة جدا ومشوار طويل جدا مع الكرة الإفريقية، هو ميجيل جاموندي اللي يمكن كان ضيف معنا قريب في السادسة. هنتكلم على نسخة يانج أفريكانز اللي هتظهر يوم السبت اللي جاي قدام الأهلي، كل ده مع بلال محسن وأحمد مصطفى، هيكونوا ضيوفي في السادسة لكن بعد الفاصل. طبعا جزء من جماهير النادي الأهلي اللي راحت تدعي بالسلامة وتساند، يمكن الصوت يوصل واحد من ولاد الأهلي المخلصين الحقيقة العمري فاروق في اختبار، ومحنا نتمنى إن شاء الله من الله عز وجل إنه يعفو عنه ويتجاوز المحنة دي. وزي ما جماهير هتفت الاستاد كانت جزء منها حريص إن هو يروح، اللي قدام حضراتكم في الشاشة ده دكتور خالد العمري شقيق العمري فاروق طبعا نائب رئيس النادي الأهلي، وكان متأثر جدا بوجود جماهير النادي الأهلي وطلع واستقبلهم وشكرهم على اللمسة الطيبة، وده مش غريب على جماهير النادي الأهلي. العمري رجل أخلص للكيان، فعشقته أو عشقه ملايين الأهلوية، نتمنى له طبعا السلامة وسرعة الشفاء. أرحب بلال محسن وأحمد مصطفى ضيوفي في حلقة النهاردة من السادسة. مساء الخير بلال.
مساء النور يا احمد، اهلا بيك طبعا واهلا بكل الساده المشاهدين. ويعني يمكن بدايه الفقره لمسه وفاء من جمهور النادي الاهلي زي ما انت قلت، مش غريبه على جمهور النادي الاهلي لواحد من الناس اللي قدمت الكثير للنادي الاهلي خلال سنوات وسنوات، مفتقدينه. تحس ان الالعاب الجماعيه كلها بعد كل مباراه طبعا يعني كان دايما ملف الالعاب الجماعيه طبعا كان حاضر جدا، كان دائم المسانده ودائم حضوره، وكان خلف جميع الفرق الجماعيه. ان شاء الله باذن الله محنه وتعدي ويرجع مره ثانيه لاسرته ولمحبيه وللنادي الاهلي ان شاء الله. دعواتكم ليه. مساء الخير يا احمد. مساء النور يا احمد، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. وطبعا المشهد يبين حاله الحب والوفاء ما بين جميع النادي الاهلي طبعا، وواحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين معالي الوزير العامري فاروق طبعا، واتمنى له طبعا السلامه ويرجع في اسرع وقت بيته يعني ان شاء الله. الهتاف قبل ما يكون للوزير وقبل ما يكون لنائب رئيس النادي الاهلي، هو الشخص لمست جماهير النادي الاهلي حجم العطاء والوفاء والانتماء عنده، عشان كده ما تاخرتش ابدا انها تكون جنبه وبتسنده في ازمته ومحنته. نتمنى ان شاء الله انه يتجاوزها سريعا. طيب زي ما قلت لكم، يعني طبعا الملف الاساسي والرئيسي واللي هبدا بيه الفقره دي هو الاهلي ويانج افريكانز. مباراه زي ما قلت في بداية الحلقة صعبة بكل المقاييس، من حيث التوقيت، من حيث الظروف، من حيث الدوافع. نسخة يانج أفريكانز الحقيقة اللي تألقت في بطولة الكونفدرالية في نسختها الأخيرة ونجحت في الوصول للمباراة النهائية مختلفة بشكل كبير جدا عن يانج أفريكانز اللي هنقابله يوم السبت. عدد كبير من الأسماء المؤثرة واللي كان ليها دور مهم جدا في مشوار الفريق رحلت، عدد كبير من الصفقات أبرمتها إدارة يانج أفريكانز، فبالتالي الشكل مختلف. ميغيل جاموندي المدير الفني واحد من الاسماء الحقيقه من اصحاب يمكن يكون الاكثر خبره ودرايه من المديرين الفنيين الاجانب اللي بيشتغلوا في قاره افريقيا، جوله ابن بطوطه، تولى مسؤوليه عدد كبير جدا من الانديه وشارك تقريبا في كل نسخ المسابقات الافريقيه، فبالتالي انت بتتكلم على مدير فني محنك يدرك تماما حجم وقيمه النادي الاهلي، وبالتاكيد حاله الرصد عنده لمشوار النادي الاهلي في او تحت قياده مارسيل كولر حاضر. وهنتكلم كمان على طريقه لعبهم مواجهة الاخيره امام شباب لوزداد في بدايه انطلاقتهم في دور المجموعات واللي انتهت بخسارتهم 3-0، ودي واحده من الحاجات او النقاط اللي هتزيد ايضا من صعوبه المواجهه. نبدا بيانج افريكانز وابدا بالاختلاف معاك يا بلال. يانج افريكانز الحقيقه من واقع الاسماء اللي انضمت او الاسماء اللي رحلت نسخه مختلفه عن الصوره اللي شفناها بتصل لنهائي بطوله الكونفدراليه. طبعا احنا هنبدا بالاختلاف ليه؟ عشان انا قلت يانج افريكانز المنافس الاقوى للنادي الاهلي، وبعد شال ثلاثه على طول. يعني يمكن هي هزيمه غريبه شويه ليانج افريكانز لما تستعرض مشوار يانج افريكانز سواء في انطلاقه بطوله دوري الابطال واقصائه لل بحب توقعاتك بصراحه. اقصائه لا 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 ثواني انا ماشي انا احنا لسه في الجوله الافتتاحيه. طيب ماشي احنا لسه في الجوله. أنا ما زلت عند كلامي. طبعا هو اكيد هتبقى في منافسه شرسه على خطف البطاقه الثانيه ما بين يانج افريكانز و شباب بلوزداد، ماشي. ولكن انا بنيت على ايه؟ بنيت ان يانج افريكانز مش عايز اسهلها قوي كده، المجموعه صعبه والله صعب. انت ميدياما اللي احنا كنا بنقول هيكون رحله عصلك قدام الاهلي، فالمشوار صعب. لا ولكن مفيش حاجه محسومه يا اكيد مش محسومه، ولكن بالحسابات المنطقيه النادي الاهلي باعتباره حامل اللقب، باعتبار النادي الاهلي الفريق الاكثر تتويجا بالبطوله، فيظل هو المرشح الاول للصعود عن المجموعه. عارف الكلام ده ممكن اقبله منك حسابيا ومنطقيا بعد ما يبقى معانا الثلاثه بونت بتوع اليوم السبت، يعني بعد ما توصل للسته بونت وتحيد هتبقى اوريدي صدرت كل المشكلات والضغوط على يانج افريكانز، ساعتها ممكن تقول انه الكلام ده يعني احنا يمشي. لا انا اقصد ايه؟ اقصد ان انت حسابيا لما بتتحط قدامك المجموعات حتى لسه قبل انطلاق دور المجموعات وانت بتاخد الترشيحات، فاكيد اكيد اي حد بيشوف او بيلقي نظره على المجموعه فهيشوف النادي هو الاهلي هو نفسه الراجل. انا كان معايا نائب رئيس النادي يانج افريكانز، هو شخصيا قال لك ايه؟ قال لك هو الاهلي وان شاء الله الاهلي في الصداره وان شاء الله معاه. شفت بقى هو يتمنى يانج افريكانز، بس انا مش هرتاح للكلام ده الا بعد الستة بونت يعني. ان شاء الله بإذن الله. لكن اي حاجه ثانيه شويه هتعقد الامور، خصوصا انك انت عندك بطولتين الشهر اللي جاي مرهقين جدا، في ضغط، واحده في كاس عالم وواحده سوبر مصري، فبالتالي وكمان احمد فريق ميدياما فريق مزعج. بالظبط فريق ميدياما فريق مزعج، فممكن برضو يعني يعمل يخش في المعادله. بالظبط يعني هو مش هيصعد. ايوه يعني يصعد مع النادي الاهلي هيبقى صعب، لكن هو برضو هيسبب ازمات للفرقتين دول، شباب بلوزداد ويانج افريكانز. ميغيل جاموندي يا احمد، ميغيل جاموندي واحد من المدربين الحقيقه اللي عنده خبرات كبيره جدا في افريقيا، وتقريبا عارف
كل المدارس المختلفة. إذا كنت بتكلم على مدارس شمال أفريقيا، اشتغل مع أندية كتيرة جدا، منهم طبعا أو أبرز تجربة لي بشوفها مع الوداد المغربي فأكتر من مرة. لو بتكلم على وسط أفريقيا فدي تجارب كتير جدا برضو مع عدد كبير جدا من الأندية. فمدرب مش جديد على المنافسات في، وبالتأكيد عارف ودارس الأهلي كويس جدا، إزاي ممكن يكون بيفكر في مباراة السبت بعد خسارة كمان امام 3-0 امام شباب بلوزداد؟ يعني هو مباراه شباب بلوزداد هو اخطا فيها خطا كبير جدا، وطبعا هو عنده خبرات، لكن تعامل في المباراه دي بتهور كبير. هو هاجم شباب بلوزداد على ملعبهم، وكان نتيجه اول 10 دقايق بيدخل فيه هدف، وده من الاسباب اللي خلت النتيجه كبيره، لان هو صمم وكمل المباراه بالهجوم وبرده بالتهور الكبير جدا. هو عنده خبرات ودرب في شمال افريقيا كتير جدا، وعنده خبره عن فريق شباب بلوزداد. لكن قدام النادي الاهلي حسابات ثانيه، هم عارفين ايه النادي الاهلي كويس، وعارفين شخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي بره ملعبه او داخل ملعبه بيلعب بنفس الاداء وبنفس المكسب. فنيات المواجهه او طرق او تكتيك، الطريقه اللي ممكن يكون بيفكر فيها كولر ويانج افريك وميجيل جاموندي، هاجي لها لما نشوف نقرا مع بعض الحالات وطريقه اللعب. لكن خليني اقرا معاك السي في بتاع ميجيل جاموندي. دي السيره الذاتيه لميجيل جاموندي والانديه اللي تولى مسؤوليتها. اتحاد طنجه طبعا، دربه من 21/2 ل 30 نوفمبر 2021. درب المغرب الفاسي ودرب الوداد المغربي وحسنيه اغادير. اغلب الانديه تقريبا كلها من شمال افريقيا شباب بلوزداد، وده باين جدا لان هو اتعامل مع شباب بلوزداد بطريقه فيها هجوم كبير. اتحاد العاصمه واتحاد كلباء وبريتانيوم ستارز وسان داونز. حسنيه اغادير تاني. انت بتتكلم على اثنين من اكبر انديه في افريقيا دلوقتي تولى مسؤوليتهم، الوداد وسان داونز والوداد واتحاد العاصمه طبعا. وضرب في المغرب تقريبا 3 انديه، ويعني سي في محترم، ويبين ان هو مدرب كبير. وعنده يعني عنده سي في خبرات كبيره جدا محترم. هنيجي لطريقه تفكيره، هو اسلوبه يمكن بشكل كبير بيغلب عليه الطابع الهجومي، لكن اشك انه ممكن يفكر في ده مع الاهلي، واكيد هيبقى الى حد كبير متحفظ. خليني اشوف. طيب معانا الجزء الثاني من السيره الذاتيه، طبعا اتحاد عاصمه، اتحاد كلباء، شباب بلوزداد، بلاتينيوم ستارز، حسنيه اغادير، سان داونز، اسبيرونس اللي هو طبعا اسبيرونس التونسي الترجي. الترجي بس كان مساعد مدرب. طيب نروح ليانج افريكانز مع بلال. تعالوا نشوف النسخه المحليه اخبار يانج افريكانز ايه وترتيبه في الدوري واخر مواجهاته اللي لعبها في الدوري المحلي. يعني يمكن يانج افريكانز كمان يا احمد عنده في الارقام مميزه جدا في بطوله الدوري، يمكن فاز على سيمبا المنافس المباشر ليه على اللقب 5-1، قدر كمان يفوز على جيبكت التنزاني ايضا 5-1، قدر يفوز على كونسيل فريق احد انديه الدوري ايضا 5-0. فهو عامل ثلاث ارقام مميزين جدا، بيفوز بعدد اهداف كبير، فاز على عزام يونايتد. هو المنافسين الرئيسيين ليه سيمبا وعزام. فاز على سيمبا 5-1 وفاز على عزام يونايتد 3-2، اقصى المريخ السوداني، وده احد الفرق طبعا اللي كانت بتلعب في دور المجموعات السنوات الماضيه في دوري ابطال افريقيا، اقصى المريخ بالفوز عليه ذهابا وايابا 2-0 و1-0. فواضح ان عنده شكل هجومي هنتكلم عنه لما نيجي للشكل الهجومي. ترتيب الدوري التنزاني يعني يمكن في بياتي في الصداره اهو. يانج افريكانز عنده 24 نقطه من 9 مباريات، فاز في 8 مباريات وخسر مباراه واحده ولم يتعادل. عنده طبعا عدد اهداف، سجل 21 هدف واستقبل مرماه 5 اهداف. يعني واضح زي ما احنا اتكلمنا انه عنده الشكل الهجومي طبعا، سجل 26 واستقبل 5، وبالتالي ليه بلس 21 هدف. يبقى تمام. سجل 26 هدف واستقبل مرمى 5 اهداف، وده رقم قليل في عدد المباريات طبعا، مميز. يعني هو اقل من رقم هدف تقريبا في المباراه الواحده. هو ليه مباراه مؤجله وسيمبا ليه مباراتين. فدي برضه هيبقى الفرق ما بينهم نقطه لو كسبوا الاثنين المباراتين المؤجلتين. هو ثلاثي القمه، عزام وسيمبا ويانج افريكانز، ولكن في المواجهات المباشره، وده اللي انا قصدت اجيب النتائج بتاعتها، ان يانج افريكانز تفوق على المنافسين المباشرين ليه على اللقب عزام وسيمبا. طبعا زي ما اتكلمنا ان واضح عنده شكل هجومي مميز. جدا عنده، هو الاميز هجوميا ودفاعيا بالظبط، يعني حتى مقارنه بالارقام. لا يعني هو واضح، حتى بص سيمبا يا احمد 7 اهداف
اهداف لما تيجي تشوف الـ الـ يعني فرق الـ الاهداف اللي استقبلها واللي سجلها، عنده 7 اهداف فقط مقارنه بيانج افريكانز 21 هدف. يعني جاب كبير قوي ما بين الشكل الهجومي للفريقين، ورغم ذلك انت لما واجهت سيمبا كان عنده مقدره ان هو يسجل فيك. خد بالك في 5 دخلوا له في الرصيد على حساب سيمبا ودخلوا بالماينس لسيمبا، بالزبط. يعني مباراه ب 10 تجوال بالظبط. فيعني ده طبعا منافس مباشر وانت قدرت تعمل نتيجه كبيره، فهو بيتصدر ترتيب الدوري التنزاني. طيب عشان نوصل للفني خلينا نشوف. انا بيعجبني على فكره يعني فكره انك انت تيجي تعمل ابديت لفريق او يعني تمشي 14 لعيب منهم 4-5 اسماء كانوا كي بلايرز في السيزون اللي فات وصلوك لنهائي كونفدراليه، فتيجي تمشي 14 لعيب منهم اسماء ثقيله في الفرقه وتجيب عدد كبير جدا من الصفقات وتحافظ على شكل الفرقه على الهويه والشخصيه، تصدر الدوري ده شيء يحسب للعين اللي اختارت الصفقات دي ولميجيل جاموندي الحقيقه اللي قدر يدخلهم سريعا في الفريق. تعالوا نشوف الاسماء اللي رحلت او اهم الاسماء اللي رحلت من يانج افريكانز في السنه دي الموسم ده. اهم الاسماء حفيظ كوناكني من راح بكوم يونايتد بريمير ليج الغاني. لا احنا دول دي الصفقات اللي ابرمتها الاسماء اللي رحلت طبعا فيستون مايلي طبعا ده مهاجم الفريق وهداف الكونفدراليه الموسم الماضي. احنا هنتكلم عن ابرز اللعيبه اللي رحلت يعني عندنا بندرو ماريسون دوت راح الفتح الرباطي المغربي، وجيل كان الجناح اليمين بتاعه وجيل مانا ده كان لاعب وسط ملعب. جيل مانا راح دونجانون بيلعب في الشامبيونشيب في انجلترا. دول ابرز 3 اسماء رحلت عن الفريق الموسم الماضي، وطبعا ابرزهم على الاطلاق طبعا هو مايلي اللي احنا بنشاهده مع بيراميدز في الموسم الحالي يعني. تمام، دي بقيه اسماء اللعيبه اللي رحلت زي ما اتكلمنا 14 لاعب رقم كبير طبعا، ولكن احنا منهم اللي راح لتنزانيا او لعب في انديه ثانيه في تنزانيا، منهم راح لزامبيا في بريمير شيب في انجلترا، رواندا، تنزانيا يعني وارمينيا. احنا اتكلمنا عن ابرز الاسماء اللي رحلت. طيب نشوف الصفقات الجديده، منهم اللي يمكن ظهر قدام شباب لوزان بول كيبر ديارا. لا دي مش دي الصفقات الجديده مش حفيظ كولوكني ده جاي من بريمير ليج الغاني الدوري الغاني. مكودابيلا جاي من مورامو جنوب افريقي. كواسي جاي من اسيك ابيجان الكوت ديفوار. جوناس جاي من سيمبا التنزاني. فريد جيفت جاي من اوغندا كومبالا الغاندي. بكوما زوزو جاي من اسيك ابيجان ايضا ميموزا. ونيكوسون كيباجا جاي من سنجادا التنزاني. ماكسي وده من اهم اللعيبه عندهم جاي من منياما الكونغولي الكونغو الديمقراطيه يعني. طيب دول اهم الصفقات اللي جت في تنزانيا. تعالوا نقرا بقى مع احمد ومع بلال بالراحه كده تشكيله الفريق، اللعيبه الاساسيه، مفاتيح اللعب عندهم، طريقه اللعب اللي بيعتمد عليها ميجيل جاموندي، وخصوصا انه لما فكر يلعب مباراه خارج ارضه مع فريق ليه وزنه وليه وهو عنده خبرات كمان وكان تولى مسؤوليه شباب لوزداد قبل كده ورايح يلعب بره ارضه في الجزائر، ورغم كده ما فكرش غير ان هو يلعب بطريقه هجوميه، ازاي ممكن يفكر ميجيل جاموندي في مباراه السبت؟ تعالوا نحلل طريقه اداؤه الاول امام شباب لوزداد ونتعرف على اهم مفاتيح اللعب فيه ونقاط ضعفه طبعا من بلال واحمد، لكن بعد الفاصل. واحد على مستوى الخبرات، خليني اقول لكم انه قائمه اسكواد يانج افريكانز بيضم 14 لاعب دولي. خالد اوتشو من اوغندا 65 مباراه دوليه، دي جوي ديارا من مالي 50 مباراه دوليه، ماكويدي من تنزانيا 38 مباراه، بكاري من تنزانيا 32 مباراه، معتز مدثر يحيى من تنزانيا 26 مباراه، ديكسون من تنزانيا 20 مباراه، والباقي يمكن مشاركاتهم مش كبيره قوي لكن عندهم خبرات دوليه، فبتتكلم على 14 لاعب دولي، 14 لاعب دولي في فريق يانج افريكانز. طيب خليني اقول لحضراتكم كمان
ان في لعيبه منهم عندهم او يعني اصحاب تجارب احترافيه خارج القاره. عندهم مثلا لوماليسا ده لاعب من الكونغو الديمقراطيه، ده لاعب في موسكرون البلجيكي وانتر كلاب الانجولي، وده الفريق اللي احترف في تريزيجيه في بدايه مشواره في اوروبا. عندهم نيكسون من تنزانيا لاعب في الدفاع الحسني الجديدي في المغرب تحت 23 سنه. عندهم كواسي لاعب ايفواري لعب في مراكش واولمبيك خريبكا الفرق المغربيه. وعندهم خالد اوتشو ده اوغندي لاعب قبل كده عندها في مصر، كان بيلعب في مصر المقصه وبعد كده راح ريد ستار وباروكا و بيرزيرس. ثم اخر اللاعبين اللي ليهم تجارب احترافيه هو بيكوم زوزوا لاعب ايفواري لعب في سبارتا براغ في الفريق بي. فعندهم برضو لعيبه يعني مشوار خبراتهم سواء مع منتخبات بلادهم او تجاربهم الاحترافيه تقول ان هو على الاقل على الاقل اعلى من ميدياما وتاتا تات زي ما بيقولوا الفرنساويين كده مع شباب بلوزداد. نبدا بالحالات معاك يا مصطفى، يلا بينا. او نبدا بالطريقه اللي لعبوا بيها او اللي لجأ ليها ميجيل جاموندي في مواجهه شباب بلوزداد في المباراه الاخيره، الطريقه والتشكيل. بدا طبعا بطريقه اللعب 4-2-3-1، وهو طبعا اتحولت في المباراه دي وفاجئنا ان هو لعب يعني 4-2-3-1 حولها 4-2-4، فيعني هاجم بطريقه شرسه جدا في بدايه المباراه. نتج عنه طبعا اول 10 دقائق استقبل هدف. انا استغربت من رد فعل ان هو نازل بجرأة كبيره، ودي تبين شخصيه يانج افريكانز على فكره ان هو نازل يلعب في ملعب شباب بلوزداد بطريقه هجوميه، وده طبعا يبين قوه يانج افريكانز الهجوميه، وده باين جدا في الاحصائيات طبعا اللي احنا عرضناها في قوتهم الهجوميه في الدوري التنزاني. طبعا التشكيل قوي هجوميا ولكن ضعيف دفاعيا، ضعيف دفاعيا جدا. الطريقه دي بتكشف ثغرات كبيره جدا في دفاعات يانج افريكانز. دي حقيقه، ولما نيجي نعرض الحالات الدفاعيه او نقط ضعف الفريق يانج افريكانز هنشوف كوارث في خط الظهر. فطبعا شباب بلوزداد قدر يستغلها بسهوله جدا. فنتكلم نقول طب التشكيل، يلا. مناتا حارس المرمى، جوب وحماد اثنين مساكين، توهالا باك رايت، متولمبا باك ليفت، يحيى وخالد اوتشو ديفندرين، عزيز اكي او عزيز كي ده رقم 10 صانع العاب، وطبعا ميكسي رقم 7 ده بيعمل روتيشن احيانا مع عزيز كي، ده بيعمله روتيشن في وقت المباراه، ده بيتحول لجناح والتاني بيدخل لقلب الملعب. زوازو رقم 26 جناح يمين لعيب مميز جدا، وموساندا ده المهاجم 25 راس الحربه. راس الحرب الملفت ان كليمنت البديل رقم 24 ده هداف دوري ابطال افريقيا، هو البديل ده ملفت جدا يعني تخيل. هو البديل لموسوندا، لكن كليمون ميزيز بالظبط اللاعب رقم 24 ده هداف دوري ابطال افريقيا بثلاث اهداف بس هو كمان بديل مش لاعب اساسي، فده يبين قيمه اللاعب ده هيبقى طبعا ورقه رابحه مهمه جدا. مين مفاتيح اللعبه او اخطر لاعبين لفت نظرك يا بلال في النسخه الجديده من يانج افريكانز؟ مين اللعيبه اللي لازم تعمل لها حساب في الملعب؟ اللعيبه اللي لازم تعمل لها حساب وهو لاعب ما نجيب الحالات هنتكلم عنه عزيز كي لاعب رقم 10 ده العقل المدبر، وده يعني اللي بيحرك الفريق كله، لعيب مهارته كويسه قوي، بيعرف يقف على الكوره، بيعرف يطلع بالكوره كويس قوي، بيعمل عمليه الزياده الهجوميه والتحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، بيجيد التصويب، عنده رؤيه مميزه جدا في اخراج او يعني ان هو يطلع الهافين، سواء لما هنيجي نتكلم عن زوزوا وماكسي نزلجي الهافين، الاثنين مميزين جدا، ويمكن ماكسي الرقم 7 يجي على طول في الخطوره بعد عزيز كي، الاثنين مميزين جدا، الاثنين بيعرفوا يشتغلوا كويس قوي على المرمى، وده احنا هنشوفه. كمان كليمنت ميزيز اللي هو اللي احمد اتكلم عنه رقم 24 عنده 19 سنه، لعيب صغير في السن، احرز كمان امام المريخ السوداني هدفين، احرز هدف في مباراه الذهاب واحرز هدف الفوز في مباراه العوده. الثلاثي دول مميزين جدا في عمليه زي ما اتكلمنا ان هم الثلاثه مميزين على المرمى، بيجيدوا احراز الاهداف. يعني يمكن عزيز كي احرز ثلاث اهداف، عندك ماكسي نيزلنجي احرز هدفين، كل ده احنا لسه في بدايه الموسم.
الثلاثة كمان أو الرباعي الهجومي بيوجدوا عملية الربط والتحرك بدون كرة، بتلاقي لا مركزية سواء ما بين ماكسي نزلجي أو ستيفن عزيز كي، الاثنين دول تحديدا هتلاقي ده بيدخل لقلب الملعب، وهنشوف في الحالات دلوقتي إزاي عزيز كي كمان عنده المقدرة أنه هو يتحول لرأس حربة كمان في بعض طب الحالات. طب يلا نشوف الحالات عشان عايز ألعب معاكم لعبة الـ لعبه الجهاز الفني بتاع افريكانز دلوقتي، هلعب معاكم لعبه الجلجامون دي نقاط القوه بالظبط. احنا بنتكلم عن زوزوا اللاعب رقم افريكانز هو الاخضر، هو الـ 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 الاخضر ده اللي معاه الكوره، ده زوزوا اللاعب الجناح. بص يا احمد انا جايب مركز في الحالات كلها على ستيفن كي او عزيز كي رقم 10، هو ده اللي داخل الدايره بيتحول في بعض الحالات زي ما اتكلمنا هو بص موسوندا اللي هو ناحيتنا احنا نزل لنص الملعب ودخل مكانه عزيز كي واتلعبت له الكوره في العمق الدفاعي. نشوف الحاله اللي بعد كده. بص يا احمد الحاله دي انا جايبها هي لعبه عاديه خالص، ولكن الحاله دي لما تلعبها فيديو هتشوف ان عزيز كي وقف على الكوره دي مثلا حوالي 10 ثواني، فضل يشاور للباك اللي طالع اللي هو فضل بص هو واقف على الكوره واقف على الكوره، يمكن حتى المدافع خد فرصه ان هو يشاور لزميله هو بيقول له في واحد اتحرك ولكن عزيز كيف الكره دي فضل واقف على الكره حوالي 10 ثواني لحد انتظر لحد ما الباك اللي هو متنبلة اللي مميز ايضا جدا الباك الشمال يطلع وعمل له الباص. شوف الحاله اللي بعد كده، ده نفس الكلام يا احمد اللي في الدايره دوت هو عزيز كي واللي منطلق دوت هو زوزوا هو ده اللي في اللي هتروح له الكوره. كل الكرات اللي هتلاقيها او محور هجمات فريق يانج افريكانز هتلاقي البدايه دايما عند عزيز كي اللاعب رقم 10، هو لاعب رقم 10 بمواصفات اللاعب رقم 10 اللي هو ليونيل ميسي، اللاعب اللي بيطلب الكوره دايما اللي بيحب الكوره تروح له وبعدين يرفع عينه ويعدي ويمرر، هو عزيز كي نفس الستايل. نروح لبعد كده الكره دي هدف ده هدف يانج افريكانز الاول امام المريخ السوداني في مباراه طبعا الادوار الاقصائيه، قدروا يفوزوا على الدور المريخ التمهيدي. الدور التمهيدي قدر يفوز على المريخ بهدفين. بص احمد الكره اتلعبت من بره منطقه الجزاء، اتعملت عرضيه لموسوندا اللاعب اللي احرز الهدف بضربه راس من وسط يعني شوف انتشار العددي الكبير للاعيبه المريخ، ومع ذلك والكره من بعيد كمان حطها في الزاويه البعيده لحارس مرمى المريخ. الحاله اللي بعد كده لا دي اتكررت معانا، دي شفناها قبل كده. دي بص يا احمد دي نفس دي كره الهدف الثاني امام المريخ السوداني، احنا استعرضنا الهدف الاول ده الهدف الثاني اللي في الدايره دوت، انت هتجاوب على طول من غير ما انا اقول عزيز كي. عزيز كي بيعمل الباص لمين بقى؟ لكليمنت مزيز اللي هو اللاعب البديل اللي هو عنده 19 سنه، عمل له التمريره السحريه ديت وانطلق وحطها بيمينه حلوه قوي في الزاويه الضيقه. فهي دي مفاتيح لعب او مفاتيح خطوره. طريقه لعبهم شويه شبه قريبه من سان داونز. مظبوط. يعني هو سيمبا ويانج افريكانز نسخه مصغره من سان داونز. والمدرب كمان المدرب كمان سبق ليه ان هو تدريب سان داونز يعني بيطبق يحاول يطبق نفس المدرسه. جرأه كبيره جدا. صحيح. نشوف نقاط الضعف معاك يا مصطفى. نشوف حالات الضعف يلا بينا. ده الهدف الاول، يعني ده الهدف الاول لفريق شباب بولزداد. ده الموقف لفريق يانج افريكانز في بدايه المباراه او دي او دي كاونتر اتاك طبعا المساحات دي مساحات يانج افريكانز بيلعب خارج ملعبه المساحات بص قد ايه كبيره جدا. فالطبيعي ان اصلا 2 على 2 ده اي لاعب مهاري وده اللي هيحصل، اللاعب شباب بولزداد هيعدي بسهوله جدا وهيعرض كوره كامل. خش على الحاله بعدها ويبين هنا اللاعب شباب بولزداد عدى وسبق لاعب يانج افريكانز المساك. حتى الزياده العدديه للاعيبه شباب بولزداد مفيش ارتداد اساسا. ده بدايه بقول لك بدايه المباراه فريق يانج افريكانز بيهاجم بشراسه كبيره جدا. ده الكلام ده لينا واقفه معاه واحنا بنتكلم على تكتيك ماتش يوم ال طبعا. ولو ربطنا نقط ضعف فريق شباب يانج افريكانز مع قوه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي عندها الامكانيات المهاريه في والفنيه بالظبط والمساحات. احنا ما بنعانيش الا في التكتلات. التكتلات بالظبط. يعني احنا في المساحات بنلعب كورتنا، التكتلات زي مثلا سموحه والجونه اخر مواجهتين الاهلي تعثر فيهم، يعني التكتلات عندنا مشكله وفيها محتاجه شغل كتير من مستر كولر ومن اللعيبه كمان، لكن المساحات بتهيألي لا بننجح فيها جدا وقدرنا نكسب سيمبا التنزاني لان هم لعبهم قريب من بعض بنفس الجرأه وبنفس الهجوم اللي برضه بدون يعني توازن. بص اثنين كام زياده عدد هجيب اللقطه دي في اكتر من حاله هنجيبها دلوقتي. طبعا الكره دي هدف تمام. ندخل على الحاله بعدها نقف هنا. بص ده شباب بولزداد فريق يانج افريكانز. بص في حاله الهجوم
كام لاعب ليانج افريكانز في نص الملعب شباب بلوزداد. شباب بلوزداد هنا بيهاجم على اليمين ويانج افريكانز بيهاجم شمال. مظبوط. طبعا هنكمل حالة. بص هنا نقف لاعب شباب بلوزداد، بص كام لاعب احمر هنا اهوت وكام لاعب ليانج افريكانز. تخيل اللاعب اللي معاه الكوره بقى معاه كام حل. الكوره دي هتحرز الهدف الثالث لشباب بلوزداد. ايوه كام حل هنكمل حالة بعدها. قدامه كام حل؟ بصوا ادري باصي هنا وباصي 1 2 3 4 5 جوه البوكس، 5 جوه البوكس طبعا واجهه الثلاثه بس من طبعا جت للاعب شباب بلوزداد هشوط الكره بسهوله جدا جدا واريحيه كبيره جدا. بس ممكن تقدر تقول هنا برده ما كانش في حاجه ميجال جاموندي يبكي عليها. انت بتتكلم في الدقيقه 93 وهو خسران 2-0 ف2 زي 3 زي 4 بس هو من بدايه المباراه بيلعب بطريقه هجوميه. يعني انت ممكن تعمل كده على ملعبك لكن تعمل كده على ملعب شباب بلوزداد. طيب معانا حالات ثانيه، معانا حالتين ثانيين. يلا ده برده هنا نفس الموقف. بص 2 على 2 اللاعب شباب بلوزداد معاك الكره ناحيه الشمال. بص الاثنين المهاجمين لفريق شباب بلوزداد واثنين المساكين بتوع يانج افريكانز. هنا نقف في حاجه معانا او مهمه جدا. واضح ان مدرب شباب بلوزداد كان مذاكر فرقه يانج افريكانز جدا. لان دايما هنلاقي دايما في كل حالات في اثنين مهاجمين موجودين داخل الملعب من فريق شباب بلوزداد مع اثنين يانج افريكانز اثنين مساكين. لا بس في كمان سذاجه دفاعيه وفي سوء تمركز غير طبيعي. انت بتتكلم في الناحيه الشمال دي في اربعه لعيبه. معلش ممكن نرجع للكادر اللي قبل ده على طول. في اربعه لعيبه من يانج افريكانز. أيوة هنا 1 2 3 4 على اثنين لعيبه وهم اوريدي يعني هم اوريدي مضروبين. الطبيعي هنا انه اللعيب يتحرك على قد ما يقدر يخش جوه الصندوق. مظبوط. عشان يحاول يغطي او اللقطه دي. اللقطه دي وانت بتتفرج عليها تحس ان تخيلت ان علي معلول هو اللاعب ده. يعني انت تخيلت لو الباص اتضرب من لاعب 8 امام عاشور مثلا او قفشه هيضرب بسهوله جدا فرقه يانج افريكانز. طيب وعلي معلول قرايتي اجمالا للحالات انه الارتداد الدفاعي والادوار الدفاعيه الخط نص فريق يانج افريكانز فيها مشاكل، سوء تمركز كبير جدا من الاثنين مساكين. يعني عندهم مشاكل كبيره جدا سوء التمركز. لديك اقوال اخرى؟ تعالى بقى نلعب لعبه ميجال جاموندي من النهارده اللي بيذاكر الاهلي وبيكلم مع الجهاز الفني يقول لهم ما عنديش حل غير الثلاثه بونت. اي نتيجه ثانيه مباراه على ارضي وسط جمهوري وانا خسران الاولى 3-0 ورصيدي من نقاط 0 من نقاط تصعب جدا من فرصي ومن احتمالاتي. فانا ما عنديش غير ان انا العب على المكسب على الثلاثه بونت. بس في نفس الوقت انا بقابل الاهلي، بقابل حامل اللقب، بقابل وحش افريقي. حتى لو على ملعبي وسط جمهوري لازم هعمل له 100 حساب. هل المغامره هي الحل الوحيد السيناريو اللي احنا شفناه من شباب بلوزداد، ولا اكيد ميجال جاموندي مش هيفكر في الاهلي او في مواجهه الاهلي حتى على ارضه وسط ملعبه على ملعبه وسط جمهوره بنفس الطريقه اللي لعب بيها مع شباب بلوزداد في الجزائر؟ خلينا نقول ان جاموندي قدامه ثلاث سيناريوهات. هي الخساره، الخساره هي اسوأهم. جاموندي لو خرج بتعادل امام النادي الاهلي مش هيكون هو افضل سيناريو ليه هو او هو يعده، ولكن مش السيناريو الأسوأ. لان جاموندي اذا فقد النقطه السادسه ليه وخسر امام النادي الاهلي على ملعبه تراجعت حظوظه في الصعود بنسبه كبيره جدا. ولا معلش ممكن اقول لك التعادل زي الخساره بالنسبه لي. لا يعني النقطه يعني بالنسبه له تبقي على حظوظه لانه هو لسه عنده مباراه امام خلينا زي ما بدانا الحلقه زي او بدانا الفقره هننهيها. ال 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 في قناعه كبيره جدا عند كلا الفريقين سواء شباب بلوزداد او يانج افريكانز ان هما الاثنين بيتنافسوا على خطف بطاقه الصعود الثانيه مع النادي الاهلي. فانا كميجيل جاموندي انا مش عايز اخسر امام النادي الاهلي. انا لو خسرت هتتراجع فرصي جدا في الصعود. انا خسرت المباراه الاولى خارج ملعبي، خسرت المباراه الثانيه على ملعبي، فاذا انا ما عنديش فرص كبيره لان لسه هخرج للنادي الاهلي، لسه هخرج لمدياما الغاني، فعندي مباريات صعبه. فهو هيعد سيناريو مباراه طبعا يحاول يستغل زي ما اتكلمنا عن نقاط القوه اللي عنده اللي بيمتلكها، يحاول يعني يخلق مشاكل لدفاعات النادي الاهلي، يستفيد من عامل الارض وعامل الجمهور ويحاول يضغط على النادي الاهلي مبكرا. هيبقى في الحسابات او في الاذهان عنده مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني اللي كانت من شهر تقريبا على نفس الملعب. هيذاكر المباراه دي كويس قوي، هيشوف ازاي النادي الاهلي تعامل مع سيمبا اللي بالمناسبه النادي الاهلي تقدم في المباراه دي على سيمبا مره واثنين كمان وقدر سيمبا يرجع في النتيجه. فانا اعتقد ان يانج افريكانز هجوميا اقوى بكتير من سيمبا، دفاعيا افضل كمان من سيمبا. فالمباراه هو هيفكر فيها زي ما قلت لك، هيعد سيناريو ان هو ما يخسرش في المقام الاول، ولو قدر يحقق فوز بهدف يبقى على النادي الاهلي يبقى عمل السيناريو الافضل.
احمد رايك انه هيلجا لطريقه متوازنه ولا هيغامر بالهجوم ولا يدافع ويحاول يلعب على كاونتر اتاك ويمكن يطلع بنقطه او من حقه طبعا يبقى عنده طموح في انه يخطف الثلاث نقاط من الاهلي؟ لا طبعا هيغامر بالهجوم لان هو مدرب اصلا مغامر ومتهور. هو مدرب عمل كده خارج ملعبه امام شباب بلوزداد فعلى ملعبه في مباراه هو امس الحاجه بيها بالثلاث نقط اكيد هيهاجم. ده طريقه لعبه من يعني هو ده طريقه لعب من بدايه جوماندي. هو شايف ان هو ده طريقه لعبه المعتاده بيهاجم بشراسه ايا كان مين. واحنا نتمنى كده طبعا ان هو يهاجم لان هيبقى في مساحات كبيره جدا اللي احنا عرضناها في الحالات. فبشوف ان يانج افريكانز هينزل ما قدموش غير المكسب ودي طريقتهم المعتاده. ما اعتقدش انها تتغير تماما في المباراه دي. المكسب يفرق معانا كتير مش بس في حسبه الثلاثه بونت لكن كمان يريحنا معنويا ويهدينا كجمهور ولاعيبه وجهاز فني قبل ما نروح للصعب. احنا بنتكلم على ايام خلاص بتفصلنا عن بطوله كاس العالم ويهمنا الفريق يستعيد بريقه مره ثانيه وده مش هيحصل ابدا الا ما يحقق الاهلي فوز ويطمن جماهيره ان شاء الله في مباراه السبت. واحساسي ان احنا نقدر نكسب يانج افريكانز مجرد احساس يعني نقدر نكسب يانج افريكانز حتى لو بنلعب في دار السلام في تنزانيا. اروح معاكم لدوري الابطال ليله ساخنه جدا. خلينا نستعرض معاكم اهم نتائج مباريات امبارح قبل ما نشوف مواجهات النهارده. امبارح الارض ما كانتش بتلعب مع فرقها يعني الشوط الاولاني او اللي تابع النص الاولاني من كل مباراه. سلتك خسر على لا لاتسيو كسب سلتك على ارضه بنتيجه 2-0. تشختار كسب بنتيجه 1-0 انتورب. فاينرد اتاخر قدام اتلتيكو مدريد وقدر ينهي المباراه لصالحه في هولندا بنتيجه 3-1. باريس سان جيرمان لغايه الدقيقه 96 بس جاله هديه عظيمه يعني من حكم المباراه كان متاخر قدام نيوكاسل يونايتد بنتيجه 1-0. مباراه كبيره. ايدي هاو عمل جيم امبارح على لويس انريكي عالمي بفريق مظبوط انا هتقول عليهم نجوم هقول لك مع كامل احترامي هم كلهم اسماء مغمور لكن عنده تنظيم على اعلى مستوى وواجه فريق الحقيقه مميز جدا على ملعبه بالذات باريس سان جيرمان في حته ثانيه. ورغم كده استطاع انه يظل صامد بمكسب 1-0 لغايه الدقيقه 96 لغايه لما جت ركله جزاء سجلها كيليان امبابي هديه من حكم المباراه. طبعا انتهت المباراه بنتيجه 1-1 وصعبت قوي المباراه دي او نتيجه المباراه دي من حسابات المجموعه اللي فاز فيها بروسيا دورتموند بره ملعبه في السان سيرو على الميلان بنتيجه 3-1 وعقد اكتر من صعوبه البطاقه الثانيه بالنسبه للميلان ونيوكاسل وبالنسبه لباريس سان جيرمان. السيتي كان متاخر في الاتحاد قدام مين؟ قدام لايبزيج بنتيجه 2-0 لكن ريمونتادا الحقيقه مع نزول دوكو وجوليان الفاريز تمكن السيتي من حسم المباراه نتيجه 3-2. بورتو كان متقدم على برشلونه في الكامب نو او في الاولمبيكو بقى عشان الكامب نو لسه بيتعمل بس في برشلونه يعني في ملعب برشلونه على ملعبه وسط جمهوره بنتيجه 1-0 لكن تشابي قدر يقلب نتيجه مباراه بنتيجه 2-1. اقوى مواجهه امبارح كانت من وجهه نظرك يا بلال؟ يعني هي المباراه اللي كانت موجوده حتى في الاستوديو الرئيسي مباراه باريس سان جيرمان ونيوكاسل. المجموعه دي ضرب نار. يعني هي المجموعه دي ضرب نار ومجموعه قويه جدا فيها اربع فرق بتتنافس على الصعود اي فرقتين هيصعدوا منهم مش هتبقى مفاجاه يعني أي. ولكن انا بالنسبه لي ان بروسيا دورتموند تحسم الصعود قبل الجوله الاخيره في وجود الثلاث دي مفاجاه انديه دي انا شايف ان هي نجاح كبير مش عايز اقول ممكن مفاجاه بس نجاح كبير قوي لبروسيا دورتموند ان هو يقدر ينتزع مقعد او بطاقه الصعود قبل كمان الجوله الاخيره. احنا شايفين باقي المجموعات عندنا النهارده مجموعه مانشستر يونايتد وجلاتا سراي معظم المجموعات الوضع فيها اتاجل للجوله الاخيره ولكن نجاح كبير لبروسيا دورتموند. مين هيصعد من المجموعه دي تحديدا؟ بروسيا دورتموند خلاص صعد. ميلان نيوكاسل بي اس جي. ميلان بعيد. باريس نيوكاسل. نيوكاسل للتاريخ وبنسجل. طب نشوف مواجهات النهارده. النهارده في مواجهتين انا ارشحهم لحضراتكم مش عارف بلال واحمد هيتفقوا معايا ولا لا. نابولي طبعا عندي مواجهتين طبعا. يلا قول لنا ماتشات النهارده. يعني النهارده طبعا عندنا جلاتا سراي ومانشستر يونايتد والمباراه دي بنسبه حسنة. يعني في احتماليه تاجيلها قبل ما ندخل الحلقه. كانت الامطار خلت حاله ارضيه الملعب في تركيا الملعب سيء جدا وكان الاتحاد الاوروبي نزل يعاين اللقاء مش عارفين لسه هتتلعب ولا لا ولكن لكن لو اتلعب المباراه صعبه جدا يعني جلاتا سراي تمكن من الفوز على مانشستر يونايتد في اولد ترافورد المباراه هتبقى صعبه. سيفيليا طبعا اشبيليه مع بي اس جي اشبيليه خلاص عنده نقطتين بعيد عن حسابات الصعود. البايرن وكوبنهاجن مباراه لتاكيد طبعا صداره بايرن للمجموعه. ارسنال ولانس الفرنسي طبعا احنا عارفين ان نتيجه اللقاء الاول انتهت بخساره الارسنال بهدفين مقابل هدف في فرنسا. لقاء
بين فرقتين كبار يعني لما تشوف الاسماء طبعا ريال مدريد ونابولي والتر ماتزاري مع كارلو انشيلوتي اثنين اصدقاء طبعا ماتزاري الاثنين تاهلوا بيتهيألي يعني لسه لسه ريال مدريد نابولي لسه يونيون برلين وبراجا طبعا الانتر وبنفيكا دي مباراه اسمين كبار ولكن المفاجاه الكبيره كانت بالنسبه لي ان بنفيكا عنده رصيد من النقاط صفر ودي مفاجاه كبيره جدا انا بنفيكا من فتره كبيره كمان يعني بنفيكا كان من الانديه المتمرسه في بطوله دوري ابطال اوروبا السنه دي بعيد خالص طبعا اخر مباراه ريال سوسيداد مع سالزبورج ولكن المباراه اللي هتحظى طبعا بمتابعه جماهيريه وخاصه ان المواعيد بعيد عن بعض يعني جالاتا سراي مانشستر يونايتد هتقام قبل مباراه ريال مدريد ونابولي فهم هيكونوا المباراتين الابرز في اليوم يعني هل الفوارق قلت يعني معظم المواجهات لما تيجي تقراها على الورق تكاد تكون محسومه لكن اللي يشوف سيناريو ماتشات امبارح يلاقي انه في فوارق كبيره جدا جدا قربت او ضاقت بين انديه ما كانتش داخله في التصنيف مع انديه مرشحه لتحقيق اللقب بتكلم على بورتو مع برشلونه بتكلم على لايبزيج مع السيتي بتكلم على بي اس جي مع نيوكاسل مع احترامي لإيدي هاو طبعا نيوكاسل من سنتين ما كانش حد بيسمع عنه في البريمير ليج اساسا فما بالك بالتشامبيونز ليج هي في خريطه بتتغير وفي فوارق بتقل ولا ايه الحكايه يعني اكيد هو بكل تاكيد الفرق خاصه في دوري ابطال اوروبا الفرق الكبيره زي ما احنا اتكلمنا لما بيكون معاك في المجموعه فرق صغيره ممكن كان الاول بتبقى الفكره في ان هو يخطف مقعد يؤهله لليوروبا ليج مثلا ولكن أيوة. دلوقتي بقى بينافس معاك او يجي شرف تراسول مثلا يكسب ريال مدريد طيب مثلا انا هسيبك عشان انت امبارح انا افتكرتك الماتش شغال لما الاثنين جواو سجلوا والاثنين انت بتحبهم الاثنين جواو كانسلو عمل مباراه فيليكس يعني وجواو فيليكس احرز انا قلت لك برشلونه مع الاثنين جواو السنه دي هيبقى يعني في حته ثانيه ما انا قلت انت زمانه قاعد بقى دلوقتي السيتي انا امبارح اربع ماتشات امبارح بي اس جي مع نيوكاسل دورتموند مع ميلان بورتو مع برشلونه السيتي مع لايبزيج يعني انا شفت امبارح كوليكشن بصراحه جرعه كوره ماتش برشلونه كان حلو قوي ليالي الابطال يعني ليالي الابطال دايما بتقدم طبعا نشوف ترتيب المجموعات ونشوف توقعات مصطفى وبلال للفرق اللي ممكن تكون قريبه من او تضمن حظ التذكرتي التاهل يلا المجموعه ايه طبعا متصدر المجموعه بايرن ميونخ ب 12 نقطه خلاص حسم التاهل كوبنهاجن جالاتا سراي مان يونايتد يا جماعه مان يونايتد انا فاكره لسه كان بيلعب مع بايرن فاينل تشامبيونز ليج مانشستر مش هيرجع مانشستر غير لما يمشي تنهاج طبعا بعد فيكسن هو لسه في مباراتين يعني مانشستر لكن عنده مباراتين حسابيا بس لو فاز الثلاثه ليهم امل حسابيا طبعا يعني لا بس لو النهارده جالاتا سراي كسب وصل 7 يونايتد 3 خلاص انتهت وجالاتا سراي كمان المباراه الاخيره ليه امام كوبنهاجن فيعني لا النهارده حقيقه وموت بي ونوت بي مانشستر يونايتد في مواجهه جالاتا سراي فين في تركيا اسطنبول مش في الالتراف نروح للمجموعه بي مجموعه بي الارسنال طبعا متصدر المجموعه وده عوده الارسنال طبعا التصدر بعد غياب لدوري ابطال اوروبا بيتصدر المجموعه طبعا اندهوفن في المركز الثاني 5 نقط الاثنين هو ولونس في المركز الثاني يعني سيبيا ودع خلاص بي اس في ولا لونس اندهوفن ولا لونس الفرنسي لا بي اس في بلال انا مش عايز اختلف معاه بس انا هختار لونس هتختار لونس تمام انت عايز تختلف خلاص نروح للمجموعه الثالثه طبعا الريال متصدر المجموعه نابولي واعتقد يعني هيتغير بعد كده الفنيه الجديده هتبقى 7 نقط واعتقد هم الاثنين صعدوا يعني ما عشان كده بقول لك الاثنين صعدوا النهارده المواجهه بس احنا عايزين نقول حاجه النهارده سبورتنج براجا لو كسب هيبقى 6 نقاط ونابولي هيفضل 7 نقاط المباراه الاخيره هتجمعهم مع بعض هتبقى مباراه صعبه جدا قويه بس نابولي وبراجا ومين قال لك ان نابولي النهارده مش هيكسب ريال مدريد لا مش هتكسب لا والله خد بالك المواجهه دي انا ليه ممكن انشيلوتي يريح اللعيبه لا مش هيريح بس هو هيكسب بس لا يعني انا بقول انه ده الماتش هيكسب نابولي هيكسب طيب خلاص كده طيب نروح للمجموعه دي عشان نلحق وقتنا يلا المجموعه دي ريال سوسيداد طبعا مفاجاه كبيره وطبعا فاكر ريال سوسيداد دايما الوحيد اللي من الانديه الاسبانيه اللي في اربع ثلاث سنين مثلا الاخر تحس ان هو مستواه ماشي في طريقه ثابته يعني هو دايما في دوري الابطال ماشي دايما ما بيوصلش هو في انديه اسبانيه بره الثلاثي
يعني بره البارسا والاتلتيكو والريال فالنسيا فياريال واشبيليه دول وسيبيا طبعا بس سيبيا تخصص يوروبا ليج بس سيبيا السنه دي طبعا في متعسر بشكل خلي بالك سيفيا ممكن تروح يوروبا ليج لسه عندهم المجموعه دي اتحسمت يعني خلاص طبعا ريال سوزاد وانتر ميلان حسموا الصعود والمباريات الباقيه تحصيل حاصل طبعا المجموعه ايه اتلتيكو مدريد متصدر المجموعه ولازيو طبعا 10 نقط في الترتيب الثاني هنا برضو في نورد 6 نقط اعتقد برضو بنسبه كبيره اتحسمت ان في نورد حتى لو كسب لا لسه في جولتين لا في جوله النهارده واللي جاي لو كسب الجولتين هيبقى عنده هيبقى عنده 12 صعب صعب انتهت صح بعيد شويه اتلتيكو مدريد ولاتسيو طبعا مجموعه الموت او مجموعه النار المجموعه طبعا بروسيا دورتموند متصدر المجموعه وضمن الصعود باريس سان جيرمان ونيوكاسل يعني وميلان الثلاثه قريبين جدا من الصعود يعني المجموعه دي المجموعه اللي بعدها مانشستر سيتي متصدر ولاتسيو لا ثواني ثواني بس عشان نشوف الارقام بتاعه المجموعه اف مجموعه اف بروسيا دورتموند الصداره ضمن التاهل خلاص واحد من الثلاثه بقى بي اس جي في مواجهه نيوكاسل والميلان على التذكره الثانيه مظبوط المواجهه اللي جايه هتجمع بين بروسيا دورتموند ونيوكاسل والبي اس جي والميلان مظبوط هو مشكله ان 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 البي اس جي فاز صعد هي دي ما هو التوقع بس لا بي اس جي خسر ونيوكاسل او الميلان كسبوا الميلان مترنح جدا يعني الميلان امبارح اوليفي جيرو اضاع ركله جزاء في طبعا بدايه غيرت مسار المباراه يعني غيرت هو امبارح لكن رقميا او حسابيا الثلاث فرق يملكوا حظوظ في تذكره التاهل كل شيء وارد هراجع حساباتي في التوقع يعني روح اخر مجموعه اتش برشلونه طبعا لا متصدر لا دي لا معلش قبل اخر مجموعه مانشستر سيتي مجموعه لايبزيج يانج بويز و مجموعه سهله جدا سيبرينا ده السيتي الوحيد تقريبا اللي لفت انتباهي في المجموعات كلها وصل ل 15 نقطه طبعا مش مع حد لازم يوصل 15 لا على فكره لايبزيج فرقه لايبزيج فرقه كويسه بس يعني مقارنه بالسيتي مقارنه ببرشلونه وانتوا معاكم مين لا اخر نابولي لا لا اخر مجموعه طبعا برشلونه بتصدر الدوري بتصدر المجموعه اتش بورتو شختار فوز مهم جدا امبارح فوز مهم جدا ابقى على حظوظه طبعا ابقى على حظوظه اقول لك على حاجه يعني برشلونه برده ما ضمنتش الصعود لا بس برشلونه حسابيا يعني برشلونه هو فاضل له مباراه واحده تعادل واحد يكفيه تعادل ما ضمنش الصعود في طبعا في فرق كبار رجعت للمنافسه في النسخه دي من دوري الابطال يعني ارسنال رجع مره ثانيه عشان يبقى متواجد بين الكبار انت واصل نهائي النسخه اللي فاتت برشلونه بعد غياب بيتصدر مجموعته طبعا بطل كان بقالكم موسمين كان بقالكم موسمين طبعا لا لا في ليالي الخميس معلش بس يعني السنه دي لا السنه دي برشلونه حاسس بتغير السنه دي غير هو ده اللي انا اساله لكم سريعا هل السنه دي هنشوف بطل جديد او في فريق اعلن انه احنا مرشح لسه بقوه ولا لسه نستنى انا لسه عندي انا واحمد مصطفى التوقع بتاعنا انا السيتي رقم واحد الريال قول لي نهائي بس نهائي على حسب هيبعدوا عن بعض يعني ولكن لو مش في طريق أربع بعض اربع فرق منهم نهائي منهم اربع فرق ريال مدريد برشلونه لا سوري ريال مدريد مانشستر سيتي باريس سان جيرمان لو صعد من المجموعه بتاعته الفريق الرابع بايرن ميونخ طبعا بايرن ميونخ احمد انتر ميلان والريال وبايرن والفريق الرابع هيبقى جوارديولا مش مالي عينك بروسيا عارف بروسيا الاول اسم اللي اتقال انت ايه في الحلقه لسه بتفكر السيتي مش هيوصل دور الاربعه السيتي مش هيوصل دور الاربعه اهلا وسهلا متحمس قوي للطليان احمد مصطفى نورتوا الدنيا اختم الحلقه النهارده بتمنياتي بالتوفيق وادعو جمهور النادي الاهلي للمسانده 48 ساعه ايجابيين عشان ان شاء الله باذن الله نجومنا يفرحونا ويرجعونا ان شاء الله من تنزانيا بثلاث نقاط غاليه ان يريحونا شويه في مشوار دوري الابطال لان المشوار صعب بعد كده في كاس عالم في الاول طبعا شباب بوزداد في كاس عالم في سوبر نخبه او كاس نخبه بالتالي رحلات الاهلي في الشهر اللي جاي كتيره جدا صعبه جدا اتمنى التوفيق للاهلي ان شاء الله يوم السبت في مواجهه يانج افريكانز بشكر بلال محسن شكرا احمد مصطفى نورتونا اقامه كان سريع شويه النهارده بس نتمنى نكون قدمنا لكم وجبه كامله وشامله تحياتي لكم